جرى بدواحي الدخل حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها 5 أطنان و400 وكيلوغرامين من مخدر الشيرة ومواد محظورة ومهربة تقدر قيمتها بأزيد من 76.14 مليون درهم. بلغت القيمة الإجمالية لعملية الإتلاف بتاريخ يومي أكثر من 76 مليون درهم، وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد. تقدر كمية هذه المواد ب 5 أطنان من الشيرة، 343,260 علبة من السجائر، 19 طن من المعسل، 2 أطنان من المفرقعات. وتم إتلاف هذه المواد التي تم حجزها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من قبل مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى جهة الدخل وادي الذهب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية وتحت إشراف النيابة المختصة.